بسم الله الرحمن الرحيم، طاب يومكم مشاهدينا الكرام متابعينا في حلقة جديدة من برنامج الصقارة والتحديات التي لا تنتهي، وانتهينا من فئة القراميش جرناس، وكذلك انتهينا من فئة الشواهين، تحديات لا متناهية في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، هذه البطولة المميزة، البطولة الرائعة التي شهدنا منافسات جميلة وممتعة هنا في ميدان الروية، والتي انعكست على النتائج الإيجابية وكذلك على المستوى الفريد من نوعه لدى جميع الصقارين في هذه البطولة، فأهلا بكم معنا. كانت المنافسات الشديدة في هذا اليوم، نقول الناموس لخلفان بن بطي القبيسي على انتزاع شوط الرمز، نقول الناموس كذلك لبطي بن أحمد بن الشيخ مجرن على انتزاع أيضا الشوط الرئيسي، نقول الناموس لفريق أمارم على انتزاع أيضا الشوط الرئيسي للشواهين مع عمر، نقول الناموس على كل من انتزع المركز الأول وفي الأشواط الرئيسية في هذا اليوم، ونقول كذلك 50 مع بطي بن أحمد بن الشيخ مجرن، نقول له الناموس. أبرز النتائج لأبرز الأشواط، دعوني في بداية هذا الاستديو أن أرحب بمحللين الأفاضل وكذلك ضيوفنا في برنامج الصقارة، ونبدأ كذلك بضيفنا القادم من المملكة العربية السعودية الصقار ميزان بن عبد الله الدوسري، أحد الصقارين المميزين والمبدعين والأبطال الذين تواجدوا معنا منذ أوائل الصقار أو منذ أوائل انطلاقات هذه البطولة، ويعتبر من أوائل الصقارين المتواجدين معنا في بطولات فزع. أبو عبد الله مساء الخير، ونشكرك على تلبية دعوة قناة دبي ريسينج. مرحبا ومسهلا، الله يطول عمرك، ولا شكرا على واجب، انتم على ما قال تستحقون اكثر من حضور في البرنامج هذا، والبرنامج هذا برنامج ممتع وله متابعين، ونحرص على التواجد فيه صراحه. ما عليك زود ابو عبد الله، ونحن حريصين على تواجدك معنا، وانت نحن نعتبرك دائما المثال المميز والحقيقي لكل صقار من المملكة العربية السعودية. الله يطول عمرك، جعل عمرك طويل، وهذا شهادة نعتز بها ونفتخر بها صراحة. نعم، نرحب كذلك بحمد بوهليب أبو محمد، نرحب بك ويانا. الله يرحبك عفوا الله يا عصام. نرحب كذلك بالمشاغب علي بن شخبوط الكعبي، علي يقول لك الناموس ومرحبا بك ويانا. يومك بسرعة، تستحق خير وعافية. نعم تستاهل علي، طلعاتك مفاجأة، حتى ما شاء الله خذيت الشوط النقدي، لكن التيم اللي حققته مميز. الحمد لله، فضل الله. نعم تستاهل. نبدأ مع أبو عبد الله. أبو عبد الله،
مشاركة بما أن يوم غد هو أول أيام بطولة فخر الأجيال المخصصة للخليجيين، وتعرف دائما ما تشاركونا ودائما ما تكونوا موجودين ودائما ما تكون لكم إنجازات، ونحن للأمانة هذه البطولة بدعم من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، ترحب بالجميع وأنتم ترى في داركم، وهذه البطولة بطولتكم، ويا مرحبا بكم في أي وقت. الله يبقيك ويطول عمرك، والله يطول عمر الشيخ حمدان، صراحة دعم للسقارة ودعم للطيور بشكل غير طبيعي، يعني تعتبر البطولة بطولة الطيور هذه تعتبر هي فكرته، وهي يعتبر لأن البطولة هذه البطولات تعتبر إنجاز لأبو راشد لأنه أول من حط البطولة، بصراحة دعم السقارة دعم ورفع شان الطير، لأن الطير في الوقت الحالي الحين ما عاد به مقناص ولا عاد به يعني لا البطولات كان ما عاد له القيمة مثل هالحين، لكن جاء عمر أبو راشد طويل صراحة دعم للسقارة يشكر عليه، الله يطول عمره على كل حال. ودبي ما نعتبرها إلا بلادنا، وإنا نعتبر من أهلها صراحة. أنت مقيم عندنا خلاص، نشوفك نحن ما شاء الله دائما موجود. ما يحتاج والله، لي الشرف إني أكون على ما قال من أهل دبي، وأفتخر بهم إنهم ربعي، وأفتخر إني موجود بينهم صراحة. نعم أبو عبد الله، من كم سنة بديت تشارك معنا؟ والله أنا من يوم بدأ، من يوم فتح الشوط الخليجيين، من يوم قيمة البطولة وحط شوط خاص للخليجيين، أنا متواجد في البطولة، متواجد فيها كل سنة، وأنا من أول ما أطلقت أيضا بطولة الخليجيين أنت موجود. أي نعم طال عمرك، والحمد لله توفقنا فيها، يعني إنجازات قوية فيها صراحة. بدأنا يعني كانت البدايات بسيطة، يعني 5 طيور 6 طيور، تطورت الإنجازات وتطورنا في الطيور، لأن صرنا نملك يعني ما يقارب 60 طير 70 طير، كله بسبة هذه البطولة. ما شاء الله، تشارك عندنا وترد للمملكة صحيح؟ خبرنا شو يقولون في المملكة العربية السعودية عن بطولات فزاع، عن المشاركة، عن مستوى الصقارين، شو دائما ما تقولونه هناك عن هذه البطولة؟ صراحة يعني حديث المجالس، يعني بالنسبة للصقاقير والناس المتابعين للبطولات حديث المجالس، يعني تعتبر بطولات الشيخ حمدان هي أم الشارات صراحة، وهي أساس الشارات، كل الشارات قائمة على من بعدها، يعني لو تلاحظ أول من قيمة البطولة قيمة في دبي، ومن صاحب الفكرة هو أبو راشد، والله صراحة يعني لها صدى في المملكة ولها متابعين ولها ناس متحمسين يتمنون يعني أنهم يحضرون وينجزون فيها، لكن انتخاب البطولة صعبة والإنجاز فيها صعب، يعني ما الناس كلهم ما عندهم قدرة أنهم يشترون الطير الزين أو يتوفقون في الطير الزين، من جاء عنده طير الزين بتشوفه في ميدان الروية يشارك. يشارك. نعم. يكون عنده الطير الزين يحرص أنه يحضر. نعم صحيح، لأنها هي صراحة يعني البطولة اللي يعني الطير السبوق يأخذ حقه فيها صراحة، لأن ميدانها من أفضل الميادين وترتيبها من أفضل الترتيبات، والطير السبوق فيها يأخذ حقه. يعني يمكن في البطولات الثانية ما عنده مقصور، لكن يمكن يصير الميدان مفتوح، يصير الهواء يسحب الطير يضيع من المسار، ولا بشرط أنه يأخذ الأول، لكن هنا في ميدان الروية يعني ميدان مرتب والطير الطيب يأخذ حقه صراحة. يوم بتحضرون وتشاركون كيف تتعامل معاكم اللجنة؟ تحضرون تشاركون أكيد اللجنة تتعامل مع الجميع برحابة صدر وترحب بالجميع، لكن أنتم من تحضرون من صقارين السعوديين والخليجيين بشكل عام؟ والله شفنا شاركنا من البدايات من يوم حط الشوط الخليجي صراحة، يعني كل سنة نجي الربع ما عندهم قصور، لكن كل سنة نجي نعينهم عندهم تطور أكثر وعندهم حفاوة وكرم، يعني غير مستغرب من أهله صراحة، يعني ترتيبات وتسهيلات، يعني أحيانا يجي رجال من السعودية أو من الكويت أو من البحرين أو يجد الشوط بادي، يعني ترتيب الربع استوت كثير، خلنا علمك وكرمهم يدخلون الشوط يخلون يهد. هنا في مسابقات نشارك فيها مستحيل، يعني لبد الشوط خلاص كفل مهما كانت ظروف الشخص، أما هنا بالعكس أي واحد يجي حتى لو ما يجي لجد الشوط بادي رايح يهد، كل أبوه يعني من تسهيلات من السعودية أهل البطولة. الله يطول عمرك، يا مرحبا بكم، أنتوا ترى في داركم والله صراحة، يعني ما نقدر يعني نوفيهم حقهم صراحة، لا مهما تكلمنا فيهم لا اللجان ولا
صاحب الشارع. نحن اطلقنا عليك ممثل السعودي الدائم، لان من انطلقت البطوله وانت موجود كنت تحضر لحالك في البدايه، لكن الان نشوف معك كثير من الصقارين السعوديين. نعم، في صقاقير وفي منافسين، كانت يعني البدايات حتى الطير العادي ياخذ يعني كان الاول، لكن هنا صار يعني الشوط صعب، ما عاد يفوز الا الطير اللي الطيب اللي يستاهل انه ياخذ الاول، والمنافسين صاروا يعني واجد وعشاق الشارة كثروا. واي غلطة من الصقاء الطير، غلطة بسيطة يثاخذها، اي غلطة من الطير ولا من راعي الطير الثاني ما يرحمه. ما يرحمه. نعم، ما في لا منافسة، منافسة قوية، منافسة قوية، والناس صارت احترافية عندهم كلهم. لو تلاحظ يعني قبل 10 سنين 15 سنة كانوا محترفين يعدون على الأصابع، صح؟ هالحين لو تلاحظ الشوط من يوم انطلقين تتعين احترافيتهم سواء ومعلوماتهم جهة متقاربة. هنا يفرق الطير السبوق، لله رزقها الشخص توفق فيه ياخذ. نعم، ونتحدث معكم مشاهدين الكرام مع فئة القراميش وشوط الجرناس، والرمز الغالي ذهب إلى عبد الله بن خلفان بن بطي القبيسي، وكان لوس أنجلس هو من حقق هذا اللقب الغالي. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للتعقيب. شوط غالي ورمز كبير، وهو آخر رموز الجيرات للعامة. نتابع التقرير. انطلاقات مميزة كباقي الانطلاقات، وتفاؤل يمتزج بالحماسة والتحدي. عمر والله في منافسين ونعم الطيور الباقي، بس لكن عمر له انجازات طيبة. عمر طال عمرك منجز في الدول وخارج الدولة. شوف إذا كان عامل اللي هو نفس الحين إن شاء الله ما تشوف أنت، أنا أقول شوط عند عمر إذا ما اختلف عليه شيء. أنا ترشيحي 50 وبقوة إن شاء الله. 50. نعم. ابن أحمد الشيخ المجرب. أرشح طويل العمر طير مرخان. عمر. نعم. ترشيحات كلها طويلة عند الرجال هذا. عند منو؟ عند سعيد نصيب. سعيد نصيب. سعيد بن نصيب إن شاء الله. وهقوني. زاد الحوز. قول منجز. منجز. ويا لا طالع منه. منجز. منجز. مسافر. أبي عمر. لا منجز. مسافر. ويا الناس ترجي. رغم إني مرشح لهور أنا، بس لهور شفت انطلاقة 19 خلني بسير يوم منجز. مع منجز إن شاء الله. عند عمر. ماشي منافس العمر. لا مستحيل. أبدًا. ومع انطلاقة أولى الأشواط الصباحية لفئة القرموشة جرناس شوط الرمز، استطاع لوس أنجلوس لخلفان بطي القبيسي أن ينتزع المركز الأول في زمن وقدره 17 ثانية و 595 جزء من الثانية، وعلى ثاني المراكز سعيد مصبح الشدي الذي استطاع أن يحقق زمنا وقدره 17 ثانية و 639 جزء من الثانية، واستطاع أن يتمركز الصقار المتميز حميد راشد المنصوري على ثالث المراكز في زمن وقدره 17 ثانية و793 جزء من الثانية. أما ثاني الأشواط والشوط الرئيسي لفئة القرموشة جرناس، تمركز الصقار بطي أحمد بن الشيخ مجنن الكندي مع جمرة على المركز الأول بزمن وقدره 17 ثانية و446 جزء من الثانية. الله يسهل الخير بارك فيك. مشكور والله، إن شاء الله أنه خير، دام الناس متفائلين فيك خير، إن شاء الله أنه فيك بركة إن شاء الله. جمرة طال عمرك كانت ظالمتنها ثواني عندي 4 سنوات، ثواني تأخذ الأول، جمرة تأخذ الثاني، الحين اختلت شوي ثواني ما في مستواها، وتوفقت يا مرة الحمد لله. للعلم يا مرة الحين جرناس ثنو أغلب مشاركاته يعني تكون في المنصة، لكن أول مرة تبي مركز الأول، كنت وايد حفزان اليوم عشان تأخذ الأول. والله هي مستواها ثابت، بس ثواني تنازلت خلاص، يعني كبرن في السن هن فيهنتين، وهذه يعني أنا أشوفها آخر شارة لهن، يا مرة وثواني تقاعد للإنتاج خلاص. واستطاع الصقار خلفان شافي صالح المنصوري أن يحجز ثاني المراكز بزمن وقدره 17 ثانية و567 جزءا من الثانية. وفي ثالث المراكز تمركز مبارك سالم أحمد محمد المرر بزمن وقدره 17 ثانية و661 جزء من الثانية. أما في الشوط الرئيسي لفئة الشاهين فرخ، ذهب نصيب المركز الأول للمرشح الأول عمر مع فريق MRM، وحقق زمنا وقدره 18 ثانية و717 جزءا من الثانية. أما في ثاني المراكز فقد أنجز المهمة، واستطاع منجز من فريق M7 أن يحقق زمنا وقدره 18 ثانية و718 جزءا من الثانية.
وذهب ثالث المراكز من نصيب فريق F3R حيث حقق زمنا وقدره 18 ثانية و784 جزءا من الثانية. أما في شوط الشاهين جرناس الرئيسي فقد ذهب من نصيب الصقار المتميز بطي أحمد بن الشيخ مجرن الكندي وحصل على زمن وقدره 17 ثانية و790 جزء من الثانية. وذهب ثاني المراكز وثالث المراكز أيضا من نصيب فريق F3K بأداء مميز وحصل على زمن وقدره 18 ثانية و577 جزءا من الثانية على المركز الأول، وعلى ثاني المراكز 18 ثانية و617 جزءا من الثانية. وهكذا نختتم فئة المحليين ومع منافسات أقوى وأشد في باقي أيام هذه البطولة. نقول الناموس لعبد الله بن خلفان بن بطل قبيسي مع لس أنجلس اللي انتزع الرمز الغالي في هذا اليوم، ويستاهل السلامات وأهدى السلامات لهالي الظفرة، والأداء كان مميز. ترشيحات كثيرة على لس أنجلس وفعلا كان على قد هذه الترشيحات. أبو محمد، لس أنجلس يعني خذ رمز في فخر الأجيال العام الماضي، يا ثاني على الرمز في هذه البطولة في بطولات فزاع، وعنده إنجازات كثيرة. خلفان دائما يقول أو أبو علي دائما يقول إن طيوري أنا ممكن فيها خل السنة، ويشتكي من هذا الموضوع. هو ما كان يشتكي، بس هو الحين الموسم هذا المسابقة هاي عنده خلة في الطيور. عنده خلة نعم، يعني هذا للأمانة يعني طيوره أبو علي أول مرة أفضل عن من هذا المسابقة. نعم. لكن خذ رمز، ونقطة إيجابية خذ رمز، بس حتى شوط السيارة عنده G2. نعم. اللي كان مو بيشارك، متردد انه يخليها تشارك حتى انها مو بصحتها، وشاركت ومع انها ما سوت شيء. نعم، لكن فعلا ما كانت يمكن في صحتها. مو في صحتها، هذه خلة علي. يعني كثير من الصقارين تواجههم هذه الخلة. نعم. شو الحل؟ حل انا امس حق خلفان بطيء ويستاهل. نعم. انجلس ما شاء الله. وين امس حق سعيد الشدي ما قصرت في قرموشه. نعم. حفله اللي قال في المخبه، والله قال والله الرمز في المخبه، بس لا خلفان استعار قوم تعاونوا ومذلوا. هي شو سوى خلفان؟ خلفان الله يسلمك جاب واحد من ربعه، ما ظني من الرويس، جاب حد من عامل مساعد لاعب محترف، حد من اخويا لاعب محترف. نعم، جاب لاعب محترف. نعم. مخرج له نبال هدد، بس توقف الصوره. لا رد شوي، مو بمشكلة، يوم بيخلص الشوط رد وقف الصورة على اللي هد الطير. نعم هد. لكن ما شاء الله شوف أداء لس أنجلس، ما فيها كلام، ما شاء الله عليها، الله يبارك، ما فيها أداءها كلام. ممتاز، مرشحة مرشحة الله يبارك، بس حط له الدعم يعني دعم مني يعني بالإنجاز في الاحتياط يا عشان. نعم، أداء خيالي وخطير لهذه القرموشة لس أنجلس. لاحظ لاحظ، اي نعم ما شاء الله، لاعب محترف يا ابو خلفان. نعم طويل العمر، انا اختراع من وجهه نظري انا. نعم. الطول نبى الصوره من بعيد. ابو عبد الله وادي مخرجنا تفضل. الطول طول الانسان كان يلعب دور كبير، يلعب دور كبير، مره تجربه شخصيه 200 جزء 100 جزء يعطي 70 100 جزء 120 جزء. لا لا لا، لا الفرق اقل من اقل من جزء، اقل من جزء، اقل من 100 جزء، يعني اقل من 100 جزء. نعم، يعني الأول 17.595، الثاني 17.639. أي بعد توفي يعني 40 46 جزء. 46 تقريبا. مو تشدي، مو فيها كلام، الله يبارك، بس الطول له دور يعني بيتعادل بيتعادلن. نبغى نشوف اللي هد عبد الله مخرجنا. نعم. حط على سعيد الشدي بعد يوم يهد، ونبغى سعيد الشدي بعد المركز الثاني. اي نعم نعم، شوف ما شاء الله عليه مترين وكم ما شاء الله طبعا. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك، يعني شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، وين مكتوب مركز حمدان بن محمد الأحياء التراث سعيد. اتوقع فوق المترين، اشوف مترين ونص يمكن سابق ثلاثة متر. هذا الشخص بتشوف الناس ما شاء الله تبارك الرحمن في البطولات الثانيه ما شاء الله عليه. ما شاء الله هد اليوم اشوف انا قام سوق الطوال قام سوق. نعم لان خبر، شوف بينه وبين عبد الله خلفان بطل قبيسي، شوف الفرق ترى عداله خلفان. زين بس اك سؤال، خلفان من سوة الشارع الحين ما كم سنه شد حد هد عنه خلفان؟
لا يوم حد سعيد وقال له بحط اخواني اتصلوا في خلفان بطل قبيسي نعم يوم قال له سعيد في المخبه قال خلفان لازم استعين بحد يعني هذه اول مره اول مره في التاريخ خلفان حد يهد ها ابو عبد الله عبد الله باكر لازم تشوف لك حد في رمز بعد عشان العين انه واحد في رمز يعني خلفان ما حد يهد طيوره في رمز في رمز يقول يعيش باللذات كله مغامر هو غامر جاب الرجال وخذ الناموس يستاهل ابو علي والله سبب سعيد الشدي ها سبب كله هو يعني قال 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 الناموس في المخبة إيه من أرها على يسبب يقول يوم قالها رمزة خلفان تحفز وياب له واحد مني يومي وحده نرحب في هذه اللحظات بالبطل بطل الغربية خلفان بن بطل قبيسي الصقار اللي دائما ما نراه في المراكز الأولى وينتزع الرموز الكبيرة وهو صقار خطير نحن نسميه خطير الصقارين ولكن بوعلي دائما لك طلعات على الرموز نقول لك بداية الناموس يقول لك خير الله يطول عمرك يا أبو خليفة نعم ناموس وأداء كان خيالي لهذه القرموشة لوس أنجلس ورشحوها الأخوان وهذه القرموشة تترشح سواء في الاستوديو أو كذلك في مجتمع الصقارة تستاهل خير تستاهل خير الله يطول عمرك يا عصام نعم أبو علي علوم هالقرموشة والله علومها طيبة طال عمرك القرموشة طال عمرك العام ماخذ رموز والسنة الحمد لله فازت في أبوظبي وفازت في أشواطها لكن عندها وعكة مع الطيور اللي مرضت بداية فيها فالله يملها اليوم والحمد لله لكن بعد ما خلصت شو فحصناها طلع فيها التهاب في الدم عندها بداية بكتيريا والتهاب في الكبد هذا يعني هو اللي أثر بعد أدى وايد على طيارة سبحان الله لكن الحمد لله على كل حال تيملك نعم أبو علي نحن شفنا شيء غريب اليوم لو بتسألني شو هذا الشيء الغريب يعني أول مرة خلفان بطل قبيسي ما يهد طير في شوط الرمز والله بخبرك الصدق القرموشة طال عمرك في مستوى اللي كانت قبل فيه وتعبان وأنا أعرف لك أن نحن نبنى أهلا بيطري فأستعنى بواحد طويل نحن تعرف الله خيابنا قصار يعني ما شاء الله واحد شوف. من طوال يبنى من الغرب يعني ما شاء الله متر فرق بينك وبينه ما شاء الله الله يحفظه نعم. بطي رفض بطي قال أنا هني تبوني بس أنتم منافس لي خصم ما أقدر كنا نستعين بوحمد بوحمد ما يقصر ما شاء الله عليه بطي لكن قلنا خلنا نجيب له منافس بعد المنافس طلع أقصر منه شوي نعم. لكن الحمد لله الله يمنا وفرق كم من جزء الحمد لله رب العالمين نعم نعم وعلي الحين انت رفعت سوق الطوال الحين كل واحد بيشوف طويل يهد الحين والله تعال بخبرك لو كل طويل بيروم يهد كان يابا تولد لكن ما مني اخاف باتري حوم السناح يهد بي هو ولا هدي حوم السناح لكن ما كنت حفزان واشوفك معك الجهاز ما كنت حفزان وتشوف لا والله ما كنت حفزان لان الطير مش جاهز لان يحفزني الطير السبوق اي غلطة فيه يفرط سبحان الله لكن الحمد لله أبو سالم يزال الله خير هد هدد زيد وقلنا المرة أنت مالك عق البرقع بس وما يمكن حدا بنقول حق العامل بعد والحمد لله وتيملة تقرموش الحمد لله رب العالمين نعم اللي لاحظنا ما شاء الله على لوس أنجلس أنها من طارت خذت الخط المستقيم وصارت وطارت طيارة بطبيعي رغم أنه أنت تقول لي فيها مرض أو فيها جتها لا لا لكن خذت التمركز الصح لا هي ستايل هي عندها ستايل لكن بأمانة مش أداء هذا والله أنت لو تلاحظها في شوط ضبي في شوط الجرانيس وين يت مع الجيرات الشاهين دخلت رابع عليه حطت نفس التيم يعني قرموشة خطيرة مش بسيطة القرموشة خطة اللي كانت تاخذ الرموز السوداء اللي هي جي تو ترى شاركتها لكن ما قدرت تدي ابدا من اللي فيها ففي الشوط الرئيسي ما دخلت لانها تعبانه ولا هذيك هي اللي كانت اجدر منها في الرموز نعم في تصريح يا على راعي من راعي حفله ان الشوط في المخبه لكن اي نعم راعي حفله صبحنا لان ياني انا اتصال قالوا لي اذا ياك وراعي حفله لابس كندورتين ترى بيسوي شيء لكم يعني بيكون عنده حدث فعلا صبح وعطى صب لنا قهوه وان الريال لابس كندورتين قلنا أنا شو بلاك قال والله يا جماعة شو طبق كندورة سودانية يعني كندورتين كندورتين والله قلنا له تستاهل ويا ربي يوفق وفعلا سبحان الله كان متصدر بس ما الله كتب له ويا الحمد لله أنا الأول هو ثاني وأخوي حميد ثالث الحمد لله رب العالمين الحمد كلهم يستاهلون وكلهم شاركوا أبطال وكلكم تستاهلون والله كلهم يستاهلون بالعكس اليوم أنا أقول لك أفضل شوط مر علينا القراميش كلهم ملتمين عند الانطلاقه وكلهم هذا يلوع هذا منهم والله العظيم لو الكاميرا شغاله بتشوف شيء ما شفته من البطولات اللي طافت كلها
نعم. تدري ابو علي شو الناموس؟ الناموس يمعتكم، الناموس يمعتكم، الناموس هذا الكلام اللي تقوله اليوم صراحه. اليوم اللي حصار في شوط الكراميش لا من بطي ولا من اخوي سعيد مصبح ولا من حميد راشد ولا من اخوان درع عجايب وكلهم الجماعه اللي شاركوا كلهم، هذا يقبض هذا منهم، هذا يلوي على هذا ينومسه، وكلهم والله يستاهلون، بالعكس هذا اللي احنا نباه. نعم ابو علي، تأهلت لوس أنجلس وعندك أيضا أسماء ثانية خطيرة متأهلة للنخبة، وتعرف شوط النخبة في حظ كبير أن الطير اللي هي ثانية أو ثالث أنه يدخل على النخبة، لأن الثلاث الأوائل هي من بطولات فزع بطولة فخر الأجيال تتأهل مباشرة للنخبة. نعم. شو ظنك طيورك بتكون جاهزة للنخبة بعد ما؟ والله يا أخوي والله أنا إن شاء الله أني أجهز، والله قاعد أعالج فيه، يعني أنا أغلى طير عندي قاعد أعالج هو الصيرمي والله بأمانة، مشي على الكورس إن شاء الله أني يكون جاهز، لأني أنا ما عندي الفروخ ما عندي كروت زيادة بصراحة، عندي تبع ويمكن بيور بيورين وقرموشة، ما عندي جير شاهين. أنت تعرف الجير شاهين كرت قوي في شوط النخبة، والنخبة أنت تعرف حظوظ متى يدورك متى هذا يزيد الهواء يغلوا، وكل داخلات في النخبة كلهم أبطال، وأي غلطة من أي طير ينغلب. نعم. أي شيء يعني في أي غلطة بسيطة بس أو ياخذ يمين أو يسار بيكون الطيور الأخوان الموجودة مشارك أبطال، يعني لازم تحافظ. يعني أنت مستسلم؟ لا مش مستسلم إن شاء الله. لا مستسلم، وصلتني علوم أن أنت بعد ما بتي مو بحاضر. لا انا يعني الحين تتسبق الرمسة. لا انا ما اتسبق والله، طيور الاخوان كلهم صقارين وكلهم ما فيهم حيله وكلهم يستاهلون وكلهم عندهم حظوظ، لكن انت مو بياي بعد، ليش مو بياي؟ لا انا مش جاي بوضع، انا عندي مهمه يا اخي، انا عندي مهمه من يوم الاحد، عندي معرض ايدكس وعندي مكلف مهمه رسميه ان يكون متواجد، وتعرف معرض كبير على مستوى الدوله، يعني غيابك عن بطولات فزاع او بطوله الرجال راح تكون في مهمه عمل. اني القى رخصه حق اليوم هذا واني حاضر ان شاء الله، واكون منافس قوي باذن الواحد بحد. في طيور عند الاخوان ترى خطيره على النخبه، والله كلهم يستاهلون. ما بأذكر الاسماء لكن انت تعرف، انا ما نذكر اسم على حساب الاسم الاخر عشان ما ممكن هناك من يسيء الظن اذا ذكرنا اسم وبدينا نقارن، ما في مقارنات، كلهم صقارين درجه اولى وكلهم مميزين، لكن في اسماء خطيره. شوف النخبه كلها شاف سواء اسم او مش اسم كلنا ابطال، ما وصلنا اليوم مصرا للمرحله هاي الا بطل، شو دخل وصل لين النخبه الا هذا فايز. فان شاء الله ان الله يساعدنا في عامل الهواء وعامل الاجواء هاي ان شاء الله تساعد عليه باذن الله، الله يعطينا نصيب ويعطي ربعنا ان شاء الله ويوفقنا. نعم. عندنا علي بن اشخبوط مو بمقتنع، يقول اداء لوس انجلس في افضل من هذا الاداء. ها علي رمس. نعم نعم اداء لوس انجلس افضل من هذا الاداء صراحه، وقال لي بعد القرموشه اللي عنده اللي سبقت في النقد كسرت التيم. يستاهل وفي عليها سومه بعد ترى، بس مو اكلمكم عنها. لا نحن قلنا له، قلت له اسماء ما نبغى وبيعات وما بيعات وهذا تسويق، التسويق في البرنامج ما في، قلت له انا سمنا عند القرموش ولا شيء. لا ما شيء، لو ببيع الوالد رمسني عدينا رمس الوالد، قال لي ممنوع تبيع طير اي طير تبغى خبني، نبغي كاس راس الدوله الحوت. يا سلام، كاس راس الدوله لازم تجيب ناخذه. والله تستاهل يا ابو، والله تستاهل، لكن عندك حفله ولوس انجلوس. لا الحول حق الفروخ، الحول يا ابو عمر، قال بمول لا تبيع طير، ما تبيع طير ما لا ترمسني، قلت خلاص تم ابوي، قال اي طير تبغى اشتري. الله يحفظك والله تستاهل. شلونك بتشتري من بايعك بعد ابو حسين؟ احنا حاضر. لا مره اي طير سبوق انا اشتري، موجود عند خلفان بطي اكثر عن طير. انا ما ادور الا ميراج، ميراج بس، مزرعه ميراج بتبيع. اقول لك شوف هو كله ولا راشد عنده بامانه اكلمك. لا بس ميراج راشد تنتج اربع طيور ولا خمس طيور، كلها الخمسه ولا اربعه مزرعه كامله تنتج خمس، عامات الاولى نتجت ثمانيه، كل خذ المواطن وخذ النخبه، ثمان طيور مزرعه. والله ميراج تستاهل وراعيها يستاهل. انا اقول ميراج تستاهل صراحه، مثل الذهب وانت ذهب. عصام علي قد باع لي طير جاب لي 16 سياره ما قصر، وباع طير على حميد راشد فعلا وجاب لي سيارات وجوالات. بس ترى زعلان عليك. ليش؟ على هالطير اللي جاب 16 سياره. لا لان في صارت امور دخل علينا، صارت امور بعد بيني وبينه خلاص. بعدين صارت امور بخبرك، هي لان دخل علينا عبيد ضاحي قال هذا طيري، شكل صارت عقب بعدين هذا نتكلم فيه الموضوع.
بعدين هنيك يا خلبان على الناموس والله يوفقك ان شاء الله. جزاك الله خير يوفقكم يا رب العالمين ومشكورين يا خالد. بس خلبان مشكورين على سعيد سعيد الشدي ترى سعيد الشدي اليوم زمط عليكم بس في الهدة لو جايب له واحد طويل انا اقول لك انت بيطحنك طحان صراحه. والله يستاهل بمصبح رايح حفله فايز علينا هو باليوم فايز علينا قبل هو لا بس انت في ذمك انت صقار وتعرف كنا نعم اجزاء بس الطول في ريال سابج كيف تقول بيطحنك طحان سابج باخذ الاول الطول انا مجرب 120 جزء والله اني اعطيك ولا 98 ابو علي ابو علي كم طوله هذا المحترف اللي جايب لنا كم طوله مترين ونص قالوا 20 سنتي وين 20 سنتي عبد الله مخرجنا نبا الهدد بس وقف الصوره وسعيد ابو سعيد يوم خلفان واجب ورداد ها والله كان مستعين برداد والله نحن قسنا الارتفاع حول المترين ونص ابو علي سعيد ما تعرف ما شاء الله بطيء كله الطير الاول طال الاسم طايده وين انت تسمعنا ابو علي لكن ما تشوف الشاشه نحن الحين حطينا الصوره وقت الهدد يوم انت واقف تنادي على الدعه وحاطين صوره الطير اول ما انهد شوف الفرق بالارتفاع المان يمكن متر الفرق اي والله هذا مطلوب هذا اللاعب مطلوب لازم يكون لا يوم ما الله يابنا طوال بعد تطول مشكله بعد لا والله للدور 120 و90 مره 100% لا تستاهل خلفان بطل نحن والله نحن داعبك وانت ريال مجتهد وريال لك نتائج ولك ماضي حافل في الانجازات في الرموز وتستاهل هذا الرمز وتستاهل كذلك النخبه مو بقصور لباقي اخوانك اي الصقاري يستاهلون كل خير والحاضرين عندك كلهم يستاهلون كل خير الله يطول عمرك يا ابو خليفه شكرا خلفان بطيء مشكورين الله يوفقكم مشكورين العفو 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 ابو عبد الله هذا الارتفاع يلعب دور كبير والله هي الواحد يلعب على اجزاء صراحه اول شيء ابارك لابو علي ومسي على بالخير وهنا الناموس والطول صراحه يعني كان يعني الدعوه مهي ثانيه ولا 500 جزء ولا نصيب ورزق من عند الله اي صحيح خلاص قسمت الارض نعم نعم بس لو صار الطير اداه صح ومحول من عالي ازود من الطير اللي اداه صح ومحول من نزول اطول منه يعني لو تهد الطير من الارض هالحين وانا هد وانا واقف بغلبك يعني حتى لو طيري ادوي من طيرك ما بالك عاد بشيء لكن الطير يعني الطير بطل ترى الطير بطل وأداها ما شاء الله عليه الله يبارك له وعلي أدى الطير ويستاهل الناموس اللي أخذه استاهل نعم معانا أخ سعيد مصبح الشدي نعم بناخذ اتصال سعيد مصبح الشدي لكن خلونا نشوف حفلة وأداء حفلة حفلة قدمت مستوى مميز نحن نبغى نقارن في الارتفاع بعد نشوف حفلة أداها أبو محمد كان مميز واليوم حتى شوف لابس كندورتين اليوم سعيد حفلة بعد كانت في وركة صحية قبل أول شارة اللي هي شارة فزاع الرئيسية نعم نعم ما كانت ما شاء الله عليها اليوم أداء زين أداء ممتاز نعم. أركضت في أبو ظبي شوط السيارة نعم. أتوقع إذا فرقتن ثانية بين الأول والثاني سبوق الله يبارك نعم حفلة وياي مركز ثالث في النخبة يا ثالث في النخبة نعم لا حفلة ما شاء الله قرموشة سبوك محتاج لها ماضي لها ماضي قوي ما شاء الله ولوس أنجلس سبوك كله سبك ولوس أنجلس بعد سبوك بس مثل ما قال أخوي رميزان الطول لدور وانا أقول بس انت لاحظت وين هد سعيد مصبح من عند العلامات التحتية عند العلامة اللي تحت فيها متر فرق أكثر عن متر لا أكثر أنا قلت متر فرق إذا هدت خلفان بطي هدد الهدد لخلفان بطي فرق بينه وبين منو اسمه علي؟ لا اللي هدد عند خلفان بطي؟ ما يحضرني وسالم سالم وسالم وسالم فرق بينه لو هد خلفان فرق بينه وبسالم متر نعم لكن هدد حفله هذه كلها يمكن نحن نتكلم عن امور فنيه لكن في النهايه نقول الناموس لخلفان ونقول الناموس لسعيد مصبع لكن المكان بالضبط اكثر عن متر متر ونص الى متر يعني تقريبا المخرج لو يعيد لنا لا بيعيد الحين سعيد بس سعيد شوف وين لا عيد عيد اللقطه عيد اللقطه شوف على العلايم اكثر عن مترين مظني لا لا متر ونص متر ونص مترين يعني من متر الى متر ونص نعم الارتفاع مش الارتفاع النفس لا شوف هو هد عند مركز حمدان
وسالم هدم كان الكلام المكتوب فوق اللوجو لمركز حمدان. بمصبح هد من العلايم يعني الفرق ما يقارب. بس بس في بعد اقتراح والله هذا يحسب لخلفان بطي يحسب له. نعم خطوة ذكية. وبطي مجرن ما قصر. بطي مجرن يا عند سعيد الشدي قلب هد قرمشات وسعيد حفزان مرة ما سمع قال له وبدش داخل بطي بطي مجرن نفس الطول بطي الله يحفظه قال ابغى بهد قرمشات. لو بطي هد مع الرجال هذا تين بيجي واحد اتوقع هي توقع نفس التين. كان نصيب نقول نصيب نصيب كل واحد ورزقه ونصيب. نعم بس ما شاء الله عدت القرموش. نعم يستاهلون والله يستاهلون. نقول لهم جميعا ناموس. كنا نبغى ناخذ سعيد مصبح الشد اتصال لكن ما يرد. نقول له ناموس على المركز الثاني وعلى الاداء المشرف وعلى النتيجه المميزه وتبقى حفله سبوق. نعم ولوس انجلوس سبوق. وكذلك حميد راشد المنصوري مركز ثالث بعد ما شاء الله عليه. وهدنا ابو سالم لحميد راشد بعد هدنا ابو سالم. نعم الحين كلهم يبون ابو سالم كلهم العالم حتى من الحور ريته وكان بطيء مسافر ولا شيء يقول ابو سالم تيمل تيمل خلاص الحين ابو سالم تعادة لازم بعد هذا ياخذ نسبه من الجائزه ما عرف على طيب ليبه ايه لازم الحين يهد لازم ياخذ نفس نسبه ما شاء الله على ابو سالم اشكرك يا ابو سالم. اليوم حديث الساعه ابو سالم اليوم حديث الساعه اليوم انا اقول له ابو سالم ترى اللي بيطلبك خذ نسبه لو 10% ياخذ بس 10% بس 10% على الهدد الله يستر عليك. انا مستعد 20% لا تغلي السوق لا ابو سالم يا فرقني يا والرجال ترى بعد يعني غير طوله وكبره عنده احترافيه عنده احترافيه نعم نعم لا لا يعني الطير ثبت معه ونهد صحيح. نحن من باب الدعابه نوجه له التحيه ابو سالم ونشكر على تواجده معنا لكن نباك يكون عندك طير وتهدس إن شاء الله الحول في بطولات فزاع بطولة فخر الأجيال وكل البطولات نبغى نشوفك أنت ويا طيرك وتهد وما في مشكلة يعني ما بالعكس لو ساعدت أخوانك الصقارين في هدد هذه يمكن من باب الدعابة نحن قلنا نسبة وشيء نعم من هذا القبيل لكن نحن نسولف وياك أبو سالم راعي بحر مب راعي بحر هاوي البحر هاوي البحر ايه. نبان ناخذ شويه بعد لا اي بس على هذا الشارات بس السبوق يجيبك ترى يجيبك من البحر ولا من اي وقت الشارات يطمش ويا الشباب يهد ويروح هنا البحر صيد يرد. نعم نروح مشاهدينا الكرام لشوطنا الثاني وجمره التي حققت الانتصار لبطي بن احمد بن الشيخ مجرن وتوقيتها كان 17.446 وأدائها كان مميز. يمرة خطيرة وأدائها خطير والترشيح يوم أمس علي راح ليمرة ورغم أنها ارتفعت شوف خذت التمركز الصحيح وخذت المسار وردت وارتفعت وعادت بشكل سريع وحققت هذا التين سبوق ما شاء الله جمرة وانا مسحق أخوي بطي بن يوم طار حرك صوايدة بعد رجليه لا نعم نعم بس يعني لو بس السبوق اللي يقطع ما شاء الله عليه اللي تشوفه شوي ما شاء عندها أخطاء يعني ما شاء الله عليه اللي خذ الأول وهو نعم الأخطاء نعم هذه عنده ما شاء الله عليه يستاهل فرقت على شوط الرمز ما شاء الله عليه فرقت ما يقارب جزء 50 ثانية طير مو بسيط 50 جزء من الثا ايه 50 تقريبا نعم 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 بناخذ معنا في هذه اللحظات بطي بن احمد بن الشيخ مجرن نقول لك الناموس يا بطي وقدمت موسم مميز في هذا في بطولات فزاع في كاس سيدي صاحب السمو رئيس الدوله ومشاركاتك في هذا الموسم 10/10 الناموس على هذا الاداء ويمره قدمت المستوى رغم يمكن الارتفاع في بدايه 100 متر وعادت بشكل سريع لتحقق المركز الاول في الشوط الرئيسي. سهلك خير اخوي حميد اول شيء مسي عليك وعلى الجماعه عصام 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 معك نحن انا واخوان ترى ما شيء فرق كلكم معلقين وكلكم تربشونا عند الاعداد لا نحن نحاول ان نوصل الصوره الكامله سواء في قناه دبي ريسنج او في قناه ياس نوصلها لكم انتم في النهايه انتم اللي مطمشين نحن نصور ونتعب ونسوي لقاءات وانتم اللي مطمشين وتستاهلون نحن نشكركم على الاجتهاد صراحه للامانه انتم ما هم مقصرين مطلعين كل تفاصيل السباقات تستاهلون غير راح يطير وهو حفزان عند الهداد وهو متنومس وهو قبل الهداد والترشيحات وكل الامور تطلعونها ما تخلون شيء نعم وتستاهل تستاهل ابو احمد ابو احمد يمره امس كان ترشيح كبير عليها واليوم قدمت هذا المستوى لكن في نقطه راضي عن ادائها راضي عن هذا الهدد بالمستوى اللي قدمته يمره الحمد لله راضي
راضية لأنها طال عمرك جابت تيم طيب وخذت المركز الأول. كان بإمكانها تجيب أفضل عن هذا التيم وما في شك، لأن ما كان ستايلها ومجراها المثالي، لكن الحمد لله. نعم، هذا الناموس تهديل من هو بطي؟ أول شيء لسيدي صاحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ونشكره صراحة، نشكره نشكره كم بنشكر ما نوفي، يعني الدعمه لا محدود صراحة للسباقات، وعلقنا بالشغلة، يعني علقنا بالصقارة أكثر عن أول. نعم، وأنتوا تستاهلون. بطي، الموسم هذا كان موسم مميز بالنسبة لك. والله الحمد لله توفقت بالذات في بطولة فخر الرجال، توفقت أكثر من السباقات اللي طافت، الحمد لله كله توفيق من رب العالمين. نعم، الشوط هذا كان الترشيح على يمرة وثواني. صحيح، ثواني مثل ما ذكرت في اللقاء اللي كان بعد السباق، ثواني متنازلة من تقريبا من شهرين، ويمرة في يعني في حياتها سنتين الحين أو ثلاث سنوات كلتي ثاني على ثواني، لأن ثواني تقدر تقول كانت ظالمة يمرة، ويمرة تستاهل، والحين ثواني تنازلت شوي وعوضت يمرة الحمد لله. نعم، أبو أحمد، شوط النخبة الأنظار تتجه بعد انتهاء البطولات وأشواط الجيرات تتجه إلى النخبة، كيف تتوقع راح يكون شوط النخبة؟ شوط النخبة صعب الواحد يعني يرشح طير، لأنه شوط شوي طويل، فعوامل الطبيعة تأثر والطيور كلها سبق، يعني مو مثل الشوط العادي، الشوط العادي أنت ممكن شوي يتغير الجو عندك، لكن فيه طير واحد فارق ممكن يدخل وينتزع الشوط. أما شوط النخبة أنت تتكلم عن الثلاثة الأوائل فقط من المسابقات، فالطيور كلها تقريبا من نفس المستوى، فمتى ما خف الهواء في طير بيدخل. صحيح، منو ترشيحك يروح مع منو للنخبة؟ شو ترشح؟ والله في الجرانيس نقول لك الترشيح، لكن نبغى من الجرانيس. في الجرانيس أروح مع الصيرمي. تروح مع الصيرمي؟ نعم صحيح. في الجرانيس وفي الفروخ؟ في الفروخ ما في فرق بارز، مثل ما قلت لك أرشح الطبيعة، عوامل الطبيعة. ترشح الحظ؟ نعم، اللي حظه بارتفع. نعم، عندنا ريال بيسلم عليك. علي بشخبوط، مساء الخير يا بطي. مساء النور والسرور يا أبو حسن. الناموس الله يسهل الخير، واشكرك على الترشيح والدعم. أشكرك بطي، واجب نعرف طيورك إنه بعاديات ورشح. أنت ما بتشكرني زين؟ أشكرك على الهدد، الله يطول عمرك. زين، جزاك الله خير. نعم بطي، دا يقول أنا باخذ الحول إن شاء الله طير من مزرعة ميراج. ميراج من جزء طال عمرك، ميراج مزرعة طيبة لها كثير من الإنجازات. خبرنا لأنه يقول إنتاجها بسيط وهذا الإنتاج يسوي نتائج. صحيح، يعني هي المزرعة إلى الآن ما توفقت سنة واحدة أنتجت كمية كبيرة، مرة مرضان الطيور ومرة يعني مرضان العيال، تطلع كمية بسيطة منها والحمد لله تكون يعني طيور طيبة، والمستقبل إن شاء الله يكون أحسن. نعم، وبطي عنده قرموشة هادلنا في شوط الشيوخ يد ثاني بعد من مزرعة. نعم ميراج. نعم يد ثاني مزرعة ميراج، هذه بعد من مزرعة ميراج. نعم. عصام تخيل مزرعة تنتج 8 طيور، 8 يأخذن سيائر ويأخذن نخبة، 2-3 منهم ياخذ النخبه، 8 طيور كلهم ياخذ سيايير ما يتنازله مزرعه. نعم، اذا انت تتكلم كنسبه وتناسب ادائها طيب المزرعه، لانها ما تنتج عدد كبير ولا قصور في مزارع، المزارع كلها زين، تطلع طيور طيبه، والسبوق واحد ما له مزرعه، الطير السبوق ما له مزرعه، والسبوق يعني ما له، يطلع لكل سنه. انت شوف هذه الطيور السبق ابو احمد من مختلف المزارع. صحيح، السبوق قلنا لك السبوق ما له مزرعه، اللي هو يطلع طير واحد صايف في الموسم ما له مزرعه، سبحان الله، يعني كل سنه يطلع من مزرعه، ولكن اللي لاحظته شيء غريب انه غالبا يكون من بريطانيا بالتحديد. يعني من بريطانيا ليش؟ نعم ما ادري، سبحان الله، هل هي بنيه الطير، يعني منشا الطير البريطاني ممكن يكون احسن عن الاسباني او الامريكي، غالبا طالع طيور الطير الرمز، يعني الطير اللي بارز في الموسم. نعم. غالبا ما يكون بريطاني.
نعم شكرا لك بطي بن احمد بن الشيخ مجرن، ونتمنى ان نراك في النخبه في المراكز الثلاثه الاولى. العفو العفو، مشكورين مشكورين، ما قصرتم. شكرا بطي بن احمد بن الشيخ مجرن من الصقارين المميزين والمبدعين، نقول له الناموس على المركز الاول مع يمره اخذت الشوط الرئيسي، نقول كذلك الناموس لخلفان الشافي المنصوري على المركز الثاني، ونقول الناموس لمبارك بن سالم المرر على المركز الثالث. الشوط النقدي للجرانيس ذهب إلى علي بشخبوط الكعبي، ويابت القرموشة 17.3. شو علوم هذه القرموشة؟ سبوق القرموشة. شو نتائجها قبل؟ ترفع ترفع من الطير تحت خلاص، ما لها طير. شوف التيم، والدليل التيم. وين تدعاها؟ دعاها في الروية، دون في الروية تدعاها؟ ما شاركت في الفجيرة؟ لا ما شاركت. شاركت في الفجيرة الثالث مكرر. نعم. اللي ماخذ الاول في الجيري الثالث مكرر. نعم. بس هذه من طارت تحت ما لقى طير، والدليل التيم 17.300 ماشي يا 17.300 ماشي. لا وين متروعي؟ قلت انه ترفع. اقول لك الناموس وتستاهل يعني. قلب نعم. ناموس ناموس. نذهب مشاهدينا الكرام الى شوط شوطنا الاول للشواهين الفروخ، وهو الشوط الرئيسي. اتى مارم لينتزع هذا الشوط ويحقق الثنائيه بعد ان حقق عمر المركز الاول في بطولات فزاع، ياتي ليحافظ على هذا اللقب في بطوله فخر الاجيال. ألف مبروك إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مالك هذا الفريق، وإلى المشرف على هذا الفريق محمد بن سلطان بن مرخان الذي حقق هذا المركز الأول، وكذلك الصقار سعيد بن نصيب. نقول كذلك الناموس لفريق M7 الذي حقق المركز الثاني، وF3R الذي حقق المركز الثالث. أبو عبد الله، عمر من الطيور الخطيرة واللي لديها إنجازات، في أول مشاركة لهذا الطير في بطولات فزاع حقق المركز الأول وحافظ على مستواه إلى بطولة فخر الأجيال. هذا طير ما شاء الله عليه، يعني طير بطل بطل، وله حضور يعني جيد، حتى جميع مشاركاته تعينه يعني يا الأول يا الثاني، وطير يعني مستواه جيد، ومن الطيور النوادر يعني من الطيور النوادر صراحة. والله يبارك له، له يستاهلون الناموس، الفريق وأعضاء الفريق يستاهلون الناموس. نعم. لاحظنا أبو محمد هدد عمر ممتاز من البداية، وخذ المسار الصحيح وانطلق بشكل، شوف أداءه كيف مميز، يعني في سجله مركز أول في بطولات فزاع. عمر مرشح من قبل، من قبل يبدأ الموسم، قبل شارة فزاع الرئيسية كان مرشح عمر أن يأخذ الأول. نعم. وطير ما شاء الله عليه، بس أخوه الثاني اللي اللي مشكك خطورة عليه. منجز. منجز نعم. نعم اللي M7. نعم. يا ثاني. يا ثاني. أتوقع إنه منجز يا. تعرف كم فرق بينهم؟ فرق بينهم واحد من الألف من الثانية. يعني شيء. منجز جاي الأول في السعودية. نعم. يعني واحد من الألف من الثانية يا منجز. عمر أنا ما أعتقد إنه الثالث أو الرابع. رابع. رابع. طير يعني حضوره جيد يعني. طير ينافس بقوة يعني. هالثنين أتوقعهن من الحين إن شاء الله أن النخبة ألهن. لاحظوا الأول أمارم، الثاني أم سيفن، الفرق 18.717، منجز 18.718 جزء من يعني من الألف. شوف لاحظ الدقة كيف. نعم صح. نحن في يعني سبحان الله واحد من الألف من الثانية. في هذه اللحظات معنا الصقار سعيد نصيب الكتبي، مرحبا بك يعني يا أبو محمد، ونقول لك الناموس على هذا الإنجاز الكبير والمهم الذي حققه عمر من فريق أمارم. الله يرحبك عفض الله يا أخوي عصام، كيف حالك؟ شو حالك؟ مسي عليك وعلى أخواني متواجدين معاك، الله يحج لك خير يا أخوي عصام، مشكور الله يطول عمرك. نعم أبو محمد، بالأمس اتفق الجميع على عمر أنه بياخذ هذا الشوط، أغلب ضيوفنا ومحللينا اتفقوا على عمر، ما شكل هذا الموضوع ضغط كبير عليك؟ والله يا أخوي عصام شوف أخوه طال عمرك، أنا بغيت بس ما كنت بطالع الحلقة لأني حفزان من يومين، حفزان تصلوبك وما رديت أدري بك حفزان. أمس طال عمرك الأخوان مشكورين اللي رشحوا عمر الله يطول عمرهم. نعم. طير الحمد لله سبوق، والصقاقين يعرفون الطيور طال عمرك، يعرفون مستوى عمر. عمر الحمد لله يعني يدي أداء طيب، فأكيد ما حد يرشح طير طال عمرك ما يدي.
نعم، لكن ابو محمد طير يترشح عمر، يعني من ادائه ومن مستواه يترشح. والله يا اخوي عصام الحمد لله، شوف التوفيق من الله، الطير الحمد لله سبوك والحمد لله قدرنا نحافظ عليه ويشارك في الاشواط القويه هاي. نعم ابو محمد، سميته على منو؟ منو عمر؟ والله يا اخوي عصام هذه هاي بعد لا موضوع ثاني طويل هذه. هي خبرنا. والله طال عمرك نحن تبس صدق الشواهين، اول شيء طبعا بيننا زمط بيننا وبين الشباب، وعندي طعمك اخوي عمر بن لاحج زامطنا دوم زامطنا في المدعى هناك ووقت الهداد، وقلنا الطير بنسميه عليك الطير هذا، وان شاء الله انه يكون الطير سبوق وان شاء الله ينافس في البطوله. قال تم وسجلنا الحمد لله والطير توفق الله مالك الحمد. عمر بن لاحج. نعم عمر بن مطر. عمر بن مطر بن لاحج. نعم نعم والله يستاهل عمر، الله يطول عمرك. احنا بحظ عاد ما شاء الله عليه السنة في الرتاب مبدع عمر، وما شاء الله في الطيور بعد، وسمعت انه بياخذ خيل بعد. الله يوفقه، الله يوفقه ان شاء الله. ريال مجتهد وريال مبروك وحظه طيب الحمد لله. نعم يستاهل. اذا حولك عمر نبغى نسولف وياه، نبغى نكلمه اذا حولك. لا لو حولي تعطيتك اياه سيده من اول شيء. يستاهل الناموس. الله يطول عمرك يا اخوي. ضغط كبير كان عليكم. المركز الثاني من ام 7 والفرق واحد من الألف جزء من الثانيه، منجز يا ثاني خلف خلف عمر، والفرق بسيط جدا. والله يا اخوي عصام منجز ما شاء الله طير طيب وطير ينافس، نحن كل يوم يعني بين يوم والترك نتيم في المدعى هناك عندنا، والطير ما شاء الله ينافس ينافس منافسه قويه. يعني انا كنت يعني اشوفه بخطوره كلها من منجز، انا حتى رشحته طير ما شاء الله طير سبوق، والله يوفقه ان شاء الله. نعم مشاركاتكم القادمه وفي وفرص فريق مارم او ام 7 في النخبه. والله يا اخوي عصام الطيور اللي متاهله ان شاء الله انت تشارك مشاركه طيبه، نحن طال عمرك مجتهدين عليها، وان شاء الله طيور يعني يدنا دا طيب ان شاء الله تكون راضين عنها. منو ترشح؟ أرشح كل واحد متأهل للنخبة، يعني ما تأهل الطير للنخبة هذا الطير قوي وترشح له، يعني الطيور طالعة كلها طيور السبق ما شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق كل صداقية مشاركين. نتمنى لهم الجميع التوفيق، لكن أبغى اسم أبو محمد. ما أقدر أقول لك اسم كلهم، يعني أنا أرشح كل شخص مشارك بالنخبة. نعم ونحن بعد نرشحه، لكن نبا فريق نبا طير نبا اسم. اوكي اي فئة تبغاني ارشح لك؟ ما اسمع. اي فئة تبغاني ارشح لك؟ لا في النخبه، نخبه الفروخ والجرانيس لفئة اصحاب السمو الشيوخ. والله يا اخوي عصام ما اقدر اقول لك، اسمح لي. ما تقدر؟ ما اقدر تحسب علي خلاص. ابو محمد انت تعرف الطيور اكثر عنا، وعارف المنافسين وعارف المرشحين، نبا ترشيح. انا ارشح بتريكي اف 3 كي. اف 3 كي اي طير؟ اي نعم ما شاء الله طيور كلهم كروت تقويه، اتوقع اي طير ياخذ الاول. اي طير ممكن يدخل على الاول؟ هذا في الفروخ. في الجرانيس؟ في الجرانيس الظفره. الظفره؟ اي نعم ترشحون الظفره في الجرانيس. نعم الله يوفق الجميع وشكرا. آمين. سعيد آمين. نصيب امين اخوي عصام، انا اشكر لك هذا الاتصال و دعوة كل الصقاقير وكل من يسمعنا على عبر دبي ريسنج، نحن عندنا طال عمرك تاريخ 17 حفل عشاء ويشرفنا حضور أي واحد طال عمرك ومخيم فريق المارم، وهذا يشرفنا، وهذه دعوة عامة للاستوديو. نعم للجمهور. دعوة عامة لكل من يسمع للاستوديو والجمهور وكل اللي يوصل للموقع وأي حد. نعم واللي عندك حياب ويا مرحبا. بيض الله ويهكم، ونحن اول ناس بتشوفنا موجودين برنامج الصباح. يا مرحبا والله نفرح نشوفكم طال عمرك. نعم برنامج وطاقم قناه دبي ريسنج وكل من يستمعنا، هذا دعوه. يا مرحبا سعيد نصيب. يا مرحبا يا مرحبا بكم، يا مرحبا كل من سمع كل من حضر، شرفونا. ويعلى ناموس دائم، وان شاء الله دائما نشوفكم في المراكز الاولى. آمين. ونشوفكم خير. ابو محمد ابى اسالك دامك وياي على الخط، ابى اسالك عن نمسي عليك ابو محمد اول شيء، وانه مسلم. يا مرحبا الله يطول عمرك، الله يحجلك خير يطول عمرك. انت ما عطيتنا في الشواهين. شواهين ما رشح. لا لازم ترشح.
الله يكون برشح عنصري ما اقدر اسوي عنصري. ارشح طال عمرك كل الشاهين مشارك في الشوط هذا. شوف ابو محمد منجز في كاس الملك خذ المركز الاول وعمر يا ثالث عليه. لو صادق والحين سبق عمر ومنجز يا ثالث. واللي اخذ الاول؟ لا منجز طال عمرك اول مشاركه له هذا. اللي هذا هو هذا نعم هذاك الشاهين لاهور اللي هو يا العاشر. غير عنه لكن نفس اللي عمر ما لطيف شفته اليوم. انا ما اسمع بعمر وشفته بس يطيل. بس اليوم جل عندي شال طالع عيد سعيد الله يبارك. يمكن من استويت ما شفت شاهين على قطعه. الله يطول عمرك ما شاء الله. مو غير نادر لو تحط بين 1000 شاهين تقول هالشاهين نادر يبه. غير الله يجزاك خير طول عمرك. اي سقارتي بثوي شكله غير. نعم استاهل ليش تغير. تعرف ان انت الحين زدت الحفوز على سعيد. هي زاد الضغط زاد الضغط والحفوز عليك. انزين ترشيحك عطنا سعيد في الشواهين. وين رشحك شاهين؟ شاهين نبغي شاهين. ما اقدر ارشحك شاهين. خل من الكواليس اعطيك انا شاهين. نعم لا لا الحين وليه بترشيحي انت رشحه. انا شي وياك انت مره وافق الراي ترشح طير دبلوماسي سعيد ترى. اي نعم لا لا انا ارشح عمر. ترشح عمر ابو عبد الله رميزان ورميزان بن عبد الله الدوشه. اول شيء امسي على سعيد بالخير وبارك له الناموس. مرحبا يا اخو رميزان الله يحييك. وان نرشح عمر صراحه مع عمر. الله يجزاك خير. طيب خيركم طال عمرك. نعم وعلي ترشح. رشح عمر. الكل يرشح عمر سعيد. بس اذا شويه سعيد مهد اليوم شوي يرفع فوق. اليوم عمر اتصل بي زعلان ترى قال لي ليش ما رشحت عمر. بنرضيه قول له ارشحه حق النخبه خليناه للنخبه وياخذها ان شاء الله. بيض الله يخليك. يستاهل. مشكورين. يستاهل. ابو محمد سؤال اخير. تفضل. امارم دائما يلفت الانتباه في جميع مشاركاته. هذه السنه او من العام بديتوا تلفتون الانتباه بالانتاج المحلي. نعم. علوم الانتاج المحلي واخبار الانتاج المحلي في الشور وفي المقناص. نحن يمكن في المقناص ما نعرف شو يسوى الانتاج المحلي. لا والله يا اخوي عصام الحمد لله الانتاج المحلي اللهم لك الحمد. الطيور شوف نحن ما انتجنا من طير ما نعرفه. هالطيور طبعا كلهم مشاركات وكلهم مديات المقانيص والحمد لله انتاجهم طلع طيب. شرات مهاتم نعم الجرانيص طال عمرك اللي هن ممدوح رماح هذا من الانتاج بدعم في المقناص. شو مهاتن والقراب شو سلالتن؟ والله يا اخوي عصام هذا تقدر تصرح؟ اصرح عن شو تبغى؟ هذا طال عمرك من انتاجنا من الامهات لان يمكن حد من الابطال في المواسم السابقه. لا شوف نعم الدماء الذهبيه مهمه. انا بقول لك طال عمرك انا بقول لك الام طال عمرك نحن كنا نسمينا في الشارع رقم 8 كان ام ممدوح ام رماح هذيلا كانت مناسبه ماخذ سيارات ماخذ المراكز الاولى والحمد لله انتجت انتاجها ما شاء الله طلع خير عنها بعد ما شاء الله. لا انتاج لان الدم الاصيل اصيل ابو محمد. نعم 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 يا اخوي عصام. انا اللي لفت انتباهي ابو محمد انه حتى يمكن التقينا في احدى سباقات الخيل بالمدرب عبد الله بن حزيم نوجه له تحيه وتحدث للامانه عن الانتاج لانه ينتج خيول قدره وتكلم عن الانتاج امارم وكان يثني بشكل كبير على هذا الانتاج. لهذا يمكن طرق السؤال لك. نعم. وكذلك النتائج اللي شفناها هذا الموسم والموسم الماضي. عصام شوف انت طالع مثل الانتاج المحلي اذا انتاجك انت روحك اذا الناموس يعتبر ناموسين وفرحه فرحتين يعني تحس كانك احد من عيالك صراحه. صح وسبحان الله الاهتمام تحس نفسك مهتم فيه والطيور مهتم فيه لكن تحسها اهتمامك دبل فيه. نعم وتستاهلون المراكز الاولى وتستاهلون هذا النموذج. شكرا سعيد نصيب من فريق مشكور يا اخوي عصام. مشكور الله يجزاك خير. شكرا لك. اذا شوط كان مميز تابعناه في فئة الشاهين وحش فرخ والمركز الاول في الشوط الرئيسي ذهب الى عمر. لكن شوط الجرناس ذهب إلى 50 والترشيحات انصبت نحو 50 بشكل كبير في الاستديو أبو محمد. نعم رشحوا 50 اللي بطبنا 50 ما شاء الله عليه أدى أداء مميز ونفس قبل السباق بيوم بطي دعا وياي. نعم صلاة على الرسول. أول مرة أشوف شاهين من الشواهين ندر أنا من فتشته من طيرانه ما شاء الله. قلت له الله يبارك لك فيك ان شاء الله وفالك الناموس. قلت له الاول ان شاء الله الاول
ومثل ما سوى حط الأول فرق 700 جزء تقريبا. ده فرق 700 فرق كبير. الأول 17.790، الثاني في 3K 18.577 تقريبا 700 شيء نادر يعني، يعتبر من الشواهين الندار هذا. نعم أبو عبد الله أمس كان عندنا يمكن أخو بطي راشد وقال أرشح 50، شاف طيار 50 قال أرشحه. لا 50 أنا ما قال سجل حافل بالإنجازات العام فرق يعني، خذ كم الرمز والسنة هذه يعني حضوره جيد يعني، لو تلاحظ حضوره حتى في السعودية كان الثاني، وهنا طال عمرك جاء الأول. طير بطل بطل وأنا بغريبة عليهم خذ الأول يعني، طير مرشح الأول من قبل ما يأخذ الأول. 50 قدم مستوى رشحته أتوقع. نعم قام ترشيحك مع 50 صيرمي في الجيرات وخمسين في الوحوش نفس المستوى، بس هاك الجيرات هاي في الوحوش نفس أنا المستوى. أنا تجي أقول أنت تجي تقول نعم الفرق اللي يعطيهن صيرمي والفرق اللي يعطيهن 50. نعم هاي فيها هاي فيها. نعم إذا مشاهدين الكرام تحدثنا عن ما حدث في هذا اليوم من تحديات وكذلك من أداء مميز لجميع الصقار، الناموس للجميع دون استثناء. فاصل ومن بعده نبدأ بالحوار مشاهدين الكرام عن يوم غد وأيضا منافسات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي التي ستكون مثيرة وممتعة وفي قوة الندية هنا في ميدان الروية. ترشيحات كلها طويل كنت الرجال هذا والله في منافسين وين من الطيور الباقي واهقوني زاد الحوز مش منافس العمر لا لا مستحيل ابدا ابدا رغم اني مرشح لهور انا بس لهور شفت انطلاقه 19 خلنا بس اليوم ننجز اذا ما اختلف الانجاز والله ان شاء الله انه خير غدا منافساتنا كذلك ستكون لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ومعنا أيضا الصقار رميزان الدوسري والمنافسة ستكون كبيرة وهو أحد المرشحين ليوم غد. عندنا أربع أشواط، الحر فرخ الرئيسي والحر جرناس الرئيسي والشاهين فرخ الرئيسي وكذلك الشاهين جرناس الرئيسي. رميزان أو عبد الله عفوا شوط ناري غدا وعندك أسماء خطيرة وعندك ألقاب في بطولات فزاع. والله بكرة يعني حاضر طيور قوية واللي سمعت عن أحوال الطقس أنها مناسبة للتيمات يعني ما شهوة. نعم وأنا أتوقع أن يصير يعني الحضور جيد، الحضور جيد لكن أنا ما قال التوفيق يغلب على الأمور هذه لأن أنا خابر يعني فيها طيور بتجي يعني مستواها كله قوي. نعم مستواها قوي لا من مثل أتوقع يعني القوة كلها بتصير في الحر القرناس، الحر هو أكثرية عدد وهو أكثرية طيور متنافسة قوية. نعم في الحر قرناس أي بيصير يعني عدد أول شيء هو أكثر الأعداد، ثاني شيء بتحضر طيور قوية واجد فيه يعني كمية طيور مستواها جيد بتحضر فيه. الشاهين القرناس بيحضر طيور طيبة. شو محضر باكر؟ أنا محضر حول 4 شواهين قرانيس ولكن فيها طيور يعني من طيوري وأفضل موجودة بتجي بكرة الله. فروخ الشواهين والله ما نقدر نرشح لأن تخابر الناس يجي عندهم طيور عقب الشارات ويشترون طيور فأنا ندري يعني وش فروخ الحرارة وفروخ الشواهين ما ندري يعني ما نقدر نرشح صراحة. ما تقدر إيه ما ندري فروخ الشواهين الفروخ عند عبد الوهاب بحرين طوفان الله يبارك عم. الله يبارك طيور ما شاء الله طوفان خطير رشح. نعم هن كلهم طوفان بس شو منهم طوفان ما نعرف ما نعرف هو عاد مسمي كثير طوفان طوفان نعم لا طيورة طيبة طيورة طيبة وعينين طيورة طيبة وعينين طيور طيبة وفيها طيور بعد عينين خذ كاس الملك السعودي من أو رميزان لا لا أنا اللي خذت كاس الملك رميزان اللي خذ كاس الملك أنا اللي خذت بس عينين كانت لها مشاركة قوية إيه هو خذ الثاني أبو عينين وكاس رئيس الدولة خذها أبو عينين يستاهلون وطيرهم اللي خذ الثاني في كاس الملك طير يعني جيد يعني حضوره اتوقع له حضور جيد يعني اي غلطة من الصقار ولا من لا لا طير بطل طير ابو سالم موجود اللي باي يستعين بابو سالم ايه في الهدد موجود والله هو طوست لو نبي حصل كم والدراب والله صراحة ينفعنا اقل شيء ب 200 جزء 300 جزء نبي عزتها صراحة
صح. والدراب بس يمكن بسلامته مو بقريب منه ولا في الغربية ولا. نعم الله الله. لكن أنا أتوقع يعني أن الحضور بكرة بيصير ممتع لأن الجو جو تيم صراحة. نعم. أنا للأمانة بوجه رك شكر لأبو عبد الله، اتصلت به يمكن ساعة 5:30 قلت له أبو عبد الله نباك عندنا ضيف وفي برنامجنا وبنتكلم عن البطولة، قال لي مرة الحين بسير عند بدع طيوري وبيك بحضر، وأنا أقول لك شكرا على هذا الحضور. الله يطول عمرك، هذا واجب علينا وهذه دعوة غالية علينا صراحة، وعندنا ظروف ولا والله ما نقدر يعني نتأخر عن دعوة تبونها منا صراحة، لكن عندنا ظروف والله. عندي رجال بيجي في المطار ومكلمني، لكنني دبرت له رجال خلاص سد المهمة. خلاص سد المهمة. لا لا سد المهمة والرجال إن شاء الله. نحن مشاهدين الكرام يمكن نعتذر أن احنا ما بنعرض أسماء جميع المشاركين لأن التسجيل مفتوح، وأتوقع أن أخواننا الصقارين في المملكة في مملكة البحرين عندهم مشاركة وبيحضرون من المطار على التسجيل مباشرة وبيسجلون الصبح وبيشاركون بشكل مباشر، وما بالعدد يمكن ما تسجل بشكل كبير عندنا في الموقع، لكن بنتكلم بشكل عام الترشيحات يمكن عن تنصب نحو طوفان ونحو رميزان ونحو كذلك العينين وبرغش بن محمد في الحرارة فوق الحرارة برغش يعني خطير حضور قوي يعني فيها طيور يعني، لكن ممكن يتفاجئون بعد بطاري يطلع ما حسب الحساب أو توه جديد بعد على الساعة. نعم ترشيحاتك أبو محمد أسماء عندك أنا أدري بس حق شواهين شواهين طوفان طوفان يوم أقدر. في طوفان وعند حمد سعد النعيمي. نعم. عند شاهين أظن جاي ثاني أو ثالثني. هي الأول في دبي. شاهين أخونا من البحرين. إيه. ما جاي الأول في دبي. لا طوفان يا الأول. هني. صح. إيه طيب ما أدري والله أنا أكثر عن طوفان. أنا أفرخ الشواهين الموسم اللي البطولة اللي زلت ما شاركت فيها والله. ترشيحك ما شاركت. أرشح شواهين شاهين أخونا البحريني في الفروق وفي جرانيس شاهين أبو عينين وفي الحر الفرخ برغش وشاهين أخونا عادل الكعبي من البحرين. نعم. والجرناس عند أخونا عند رميزان. إيه. الله يطول عمرك. إيه. هذه شهادة نعتز بها إن شاء الله فالم فكال إن شاء الله بكرة. توقعاتي والله نعم. عندنا والله طيور جيدة والباقي توفيق من الله إن شاء الله. نعم مشاهدينا الكرام يمكن غدا عندنا منافسات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، من بعدها ستكون منافسات الناشئين، وآخر أيامنا في يوم أيضا تاريخ 18 يوم الاثنين ستكون منافسات النخبة. خلونا نشوف كذلك جوائز النخبة وشروط بطولة النخبة التي ستكون عبر 6 أشواط. سنتحدث عن الجوائز، عن الشروط، عن كيفية المشاركة، الطيور اللي يحق لها أنها تشارك، هل أول 3 طيور فقط من بطولة فخر الأجيال أم أن بنتابع الآن على الشاشة وبنتعرف أكثر على كيفية مشاركة أو اختيار الطيور اللي تشارك في النخبة. مشاهدينا الكرام نشوف هذه الجوائز مشاهدينا الكرام كما نتابع نخبة الفروخ للشيوخ 400,000 في المركز الأول، 200,000 في المركز الثاني، 100,000 في المركز الثالث. كذلك نخبة الجرناس للشيوخ بنفس الجوائز، كذلك نخبة العام بنفس الطريقة، نخبة الفروخ للعامة ونخبة الجرناس للعامة بنفس الجوائز، وهناك نخبة الحرار فئة الفروخ 250 المحلي والخليجي 250,000 الأول، 100,000 الثاني والثالث 50,000. نخبة شواهين فئة الفرخ المحلي وخليجي الأول 250,000 الثاني 100,000 الثالث 50,000. يعني تقريبا مجموع قيمة جوائز أشواط النخبة فقط 3,600,000 فقط أشواط النخبة يا أخواني. ترى بخبركم ملاحظة مهمة، لو جمعنا جوائز مجموع جوائز بطولات فزاع وبطولة فخر الأجيال تكون البطولة الأغلى عالميا مجموع جوائز البطولتين. نعم الله يطول عمره أبو راشد. الله يطول عمره. هذا دعم نعم هذه الشروط. عفوا أبو عبد الله بس أبا أقرأ الشروط لمشاهدينا. ستكون انطلاقة أشواط الصقور عند استمام الساعة 9 صباحا لكل فئة، سيكون تتويج وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بعد الانتهاء من كل فئة حسب جدول المسابقات المعلن عنه. ستكون شواغر الصقور المرشحة لأشواط النخبة لفئة الجير وفئة الطيارة اللاسلكية فقط سواء لأشواط الشيوخ أو العامة، وهي حسب التالي: فئة الجير
الصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى من البطولتين لأشواط الرموز والأشواط الرئيسية، ويستبعد من التأهيل أشواط النقدي لإعطاء فرصة أكبر لمشاركة متسابقين جدد. فئة الطيارة اللاسلكية، الصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى من البطولتين، ستكون شواغر الصقور المرشحة لأشواط النخبة الحرار والشواهين لفئة الفرخ فقط، سواء لأشواط الأشواط المحلية أو الخليجيين، وهي حسب التالي: فئة الحرار، الصقور الحاصلة على العشر مراكز الأولى من البطولتين لأشواط الرئيسية فقط لفئة الحر فرخ للمحليين والخليجيين. فئة الشواهين، الصقور الحاصلة على المراكز العشر الأولى من البطولتين للأشواط الرئيسية فقط لفئتي الشاهين فرخ للمحليين والخليجيين. يعني أشواط الحرار والشواهين العشر مراكز الأولى، أما بقية الأشواط الثلاث مراكز الأولى للجيرات، ثلاث مراكز الأولى، وكذلك الطيارة مو موجودة. لا، الطيارة اللاسلكية ثلاث مراكز الأولى بعد. نعم. يعني عندنا الجيرات ثلاث مراكز أولى في البطولتين، بالإضافة للطيارة اللاسلكية ثلاث مراكز الأولى يشاركون في الجيرات. أما الحرار والشواهين العشر مراكز الأولى في البطولة المحليين والخليجيين، العشر مراكز الأولى تتأهل في الشوط الرئيسي فقط، النقدي لا. فروخ. الفروخ والجيران. لا فروخ بس. فروخ بس. مكر مسخية من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وست أشواط نخبة. يعني نحن نتحدث مشاهدينا الكرام عن يوم الاثنين سيكون ناري جدا. فقط في يوم الاثنين مجموع الجوائز تصل إلى 3,600,000 درهم إماراتي. حفزناك أبو عبد الله. والله شوف، أنا ما جيت إلى البطولة إلا متحفز صراحة. أي واحد بيجيك هنا وشاد الرحال من السعودية ولا من البحرين ولا من الكويت، ما بجايك إلا واحد متحفز مع طير سبوك. نعم. في عندنا عبد الرحمن المريسي المعد عندنا، عطنا أسماء الطيور المرشحة لأشواط النخبة. وصل الكشف المرشحة اللي سجلت، لكن نحن ما نعرف اللي راح يحضر منه عدد كبير لأصحاب السمو الشيخ، عدد كبير بأبو محمد. نعم. نتكلم عن بطولتين والثلاث مراكز الأولى، يعني العدد راح يكون كبير. لا عصام، لا، إذا الطير متأهل قبل جاي مركب في المركز الأول خلاص ما حتى لو تأهل مثلا في بطولات فزاع ويا بعد بنفس مركز خلاص تأهل. إيه متأهل، لا ما يضيفون طير ثاني. لا ما يضيفون، لا الثلاث الأوائل فقط. بس إيه فقط الثلاث الأوائل، فمو بيكون العدد وايد، يمكن يزيد أحلى طيور أربع ناري. طيور راح يكون هذه السنة تتوقعون لأي فئة أبو محمد؟ سنتين. نعم، هذه أسماء طيور رشحت كذلك لفئة أصحاب السمو الشيوخ، الفروخ المتأهلة للنخبة. نعم. شو توقع؟ ما بطير أبا. لا أدري. الكراميش، البيورات، جيرات الشواهين، العام عامات الأول كراميش. بيورات قد خذن. بيورات. نعم قد خذن. الجيرات الشواهين خذن، والجيرات تبوع خذن. نعم. لا جيرات تبوع حتى العام أظن يجير تبع واحد. نعم يعني كل الفئة. شو توقع هاي السنة أي فئة بصير عند الجير شاهين؟ جير شاهين. نعم. عند البيور. عند البيور عند 11. نعم. طير الموسم 11. طير هو بعادي الله يبارك. تتوقع عند البيورات أبو عبد الله؟ والله أنا أتوقع الطير السبوق، لكن أرشح القراميش صراحة. ترشح القراميش. نعم. وأنا أقول معاه على القراميش، خصة في الجرناس. نعم خصة في الجرناس. قرموشة الظفرة. قرموشة الظفرة فيه قراميش واجد موجودة. جرانيس قصدكم ولا نخبة الجرناس؟ إيه جرناس. جرناس خصة قرموشة الظفرة. ظفرة قوية. وقرموشة خليفة موجود أبعادية موجود. قاعد عند خليفه جير شاهين، وعنده تبع اللي ماخذ الاول في السعوديه، عنده عريون. اي نعم عنده يعني قرانيس كلهن. انا اتوقع الطير السوق اللي الله بيوفقه، لان كل الطيور اللي بتشارك رئيسيه وعامل الطبيعه، كل الطيور اللي بتشارك يعني طيور قويه. هم 20% اللي خبرتك عنها بتكون تلعب دور 20%.
بتلعب دور في الهواء وايد. يا اخواني يمكن يوم امس تحدثنا ان الهواء دور كبير او الحظ دور كبير، يمكن بعض الصقارين زعلوا قال السبوق سبوق. لا لا السبوق ما يدش في الهواء. انا لا يدش. لا ما في طير يدش في الهواء. ماشي. حتى لو دش يا علي يجي شاهين عند خليفه مدرن. لحظه 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 امس شوط القراميش نوموس كم مره دش في الهواء؟ امس شوط القراميش اي نعم الرئيسي اي نعم الاول ثلاثه طيور اللي دشن اول ثاني ثالث أوكي. ما في طير دش عليها. ماشي طير نخبه في ورا طير نوموس. لا في نوموس هب هدف يعني عادي خلاص هب هو قالوا نوموس خلاص بيطلع دش عليه في الهواء ما دش طير الا نوموس الاول طير نخبه في سنته طير سبوق يدش. بس اذا كان هو طهف شيء ثاني هو خمس عقاد زياده ما هي لا خمس عقاد ما يدش يدش كان اظني اربع كان على نوموس انت عيد الذاكره بتتذكر اربع وكلهم قالوا كيف دخل خذ الاول بس كانت ايام نوماس يفرق الطيور بثانيه كامله 800 جزء بثانيه ذا بس هالحين لا الطيور كلها تعينها في 100 جزء 200 جزء ما عاد فيه وجزء واحد من الال اول كان نوماس يضرب ايام نوماس نفس ايام الفن الحين بيروح سيدي الشيخ حمدان نفس الشيء نفس نوماس في بالنسبه للبيورات يفرقهن ويغلبهن في الا اذا كان عدم مريض شيء ثاني الطير وظروفه لكن انا اتوقع ان امس كم فرق ان الهواء يخر نتيجه الطير كم فرق مستم في الاستديو قلت لهم هالطير ما يبى طياره شوف طياره كل يوم والله العظيم حلفت لهم بالله ما يبى طياره واللي يبى طياره يجيب طير مو بعادي هالطير بس تعرف الطير مره يوم تشي ويوم تشي وفي خلاته يسبق في خلاته الله يوفقه ان شاء الله راعي و امين بس. امين الله يوفقه وشو رايك بعبد الله؟ من اي كلام علي الطير يدش في الهواء حتى لو دش اذا صار الهواء قوي حتى لو دش يعني يهدد المركز العاشر الثامن التاسع ما يهدد المركز الاول لا صار فيه هواء وهي صح انا اقول ها بس نوماش ايه. اربع ما ادري كم دخل الاول نادر طير نو... نادر مثل احنا نتكلم عن نادر ايه ما نتكلم عن شيء عادي مثل الصيرمي يقدر يدش الصيرمي ايه. لان هالحين لو تلاحظ الصيرمي انهد يضرب الطيور لا لا امس كان اربع عقد الصيرمي ما رام يدش صيرمي بصاحي لا لا صاحي الصيرمي امس طيرانه احسن طيران طار بس بيقول راعي تسال راعي قلوا بصاحي عليك باداء الطير انت احنا شفنا اداء الطير ترى طير بن شافي طير بطل لو تلاحظون يوم في بطوله فزاع يمكنكم شفتوا طير بن شافي عصى في الهواء نعم نعم يعني ما صادف حظ ولا هو خطير طير خطير يعني طير نعم بن شافي نعم من مذكر طير نعم قوي وطير يعني بطل لكن ذاك اليوم ما وفق عصى في الهواء انه نشوفه يعني لو صار سيده او ان الهواء ما وقف ضده كان نتيجته قويه نعم مشاهدين الكرام معلومات تهمك عن بطولة النخبة 2019 والتاريخ الانطلاقة ستكون 18 فبراير 2019 موعد الانطلاقة الساعة 9 صباحا ترتيب الفئات كالتالي فئة جير شاهين الشوط الأول فرخ الشوط الثاني جرناس فئة الجير تبع الشوط الأول فرخ الشوط الثاني جرناس فئة بيور جير الشوط الأول فرخ الشوط الثاني جرناس فئة القرموشة الشوط الأول فرخ الشوط الثاني جرناس فئة الحر فرخ شوط محلي و خليجي وفئة شاهين وحش فارخ شوط محلي وشوط خليجي هذا يمكن الجدول اللي راح تنطلق عليه الفئات يوم غدا ستنطلق الفئات بهذه الطريقة لكن أنا اليوم عندي لغز لضيوفي في لقاء أجريناه مدته خمس ثواني ترى اللقاء خمس ثواني أباكم تشوفون اللقاء وتفسرون هذا اللغز متفقين؟ متفقين متفقين اخواني؟ ايه نعم عبد الله متفقين؟ توكل عبد الله عرض لنا اللقاء صباح الخير الشوط الجاي منو؟ الطير الاول عمر 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 شو هذا اللغز يا اخواني؟ يلا حل يبالي التفكير؟ لا بس يعني نحن أول شيء نوجه تحية لسعيد سعيد بن سرود وراشد سعيد نعم. بن سرود وجه له تحية لكن شو رايك؟ سوي له قبل مسوي له لقاء قبل؟ قبل؟ ايه كيف؟ قبل هاللقاء سويت له لقاء؟ كل يوم نسوي له لقاء شي يستوي في اللقاء؟
لأن ري رمسني. إيه. رمسني اليوم. شو قال لك؟ قال لي تكلمت في اللغة. تكلمت 100 كلمة. 12 كلمة طلعن والباقي ما طلع. هذا كلام. يعني شو معنات اللغز إن تتكلم 100 كلمة؟ ما فهمت أنا. يعني. وضح. إن تكلم في موضوع. أول موضوع طلع وآخر موضوع ما طلع. أول موضوع طلع شو رأيكم إخواني؟ هذا تفسير اللغز؟ هذا كلام الرجال. ها. أنا ما الرجل هذا يعني هو عنده حالة إعاقة ولا شيء بت... لا لا ما لا 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 امتنع عن الكلام ها امتنع عن الكلام وصرح إن عمر بياخذ الأول وعمر خذ الأول ويستاهل نعم بس يبين بالكلام أنا ما فهمت أنا كلامه صراحة لا هو يمكن مسوي له لقاء وقصيته على هو مسوي أنا حسيت إنه من يعني عنده حالة لا 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 خير وسهالة خير وسهالة ما في الا كل خير بس هم المداعبة هاي المداعبة المداعبة ما اعرفه تفسير لقاء او تفسير تصريح مسوي له لقاء وقصيته وقصيته ما نعرف نعم نفس التفسير لا محتاج قال لي هو قال لي هو قال لك نعم هذا هو التفسير نعم والله مسن بس ما قال لي انه سوى لقاء ومثل فيه يعني انه ابلم لا ما قال لي ان الباحث سويت لقاء حطوا بداية والنهاية قطعوها نعم المعد عندنا عبد الرحمن وين اللقاء اللي قصيتوه مرة ثانية أي لقاء ينزل أو تجرونه ما نبقى على طول نعرض مثل ما هو كامل من البداية للنهاية ونقول لك أبو راشد سعيد بن سرود سامحنا إذا كان في خلل بسيط لكن أوعدك المرات الجاية أن لقاءاتك كلها بتنزل نحن إخواني وصلنا للختام عبد الله بيض الله وجهك ووجهك ووجهك ابيض ومشكورين ولا هنتوا لا هنتوا والله يطول اعماركم عمر المعازيب ولا هنتوا نعم ابو محمد شكرا لك العفو شكرا لك علي شكرا على التواجد اشكركم انتم ويعطيكم العافيه وصلنا للختام مشاهدينا الكرام مرت أيام هذه البطولة بشكل سريع كما تابعنا منذ أول الأيام في تاريخ 5 فبراير إلى الآن ولكن غدا منافسات تحبس الأنفاس لفئة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي يكون على الوعد في تمام الساعة 9 صباحا مع انطلاقة هذه المنافسات المثيرة تحياتي أنا عصام الخامل وتحيات طاقم العمل بقيادة المخرج عبد الله وادي والمعد عبد الرحمن المريسي مع السلامة